احنا هنهجم عليهم تاني الليله. مبسوط ها؟ ايوه مين؟ انا عساف وعايزين نتقابل. اطمن اكده اكده هنتقابل سواء عايز او لا. فاكر لما قلت لي اني بقيت لوحدي وبطولي؟ خانك ظنك فيها دي يا غفران، معرفش كيف مع انك معود عليا من زمان. ما تحسسنيش انك ما شاء الله عليك فطن ولقيت حل ما جاش على راس ابليس. انت اتحميت الغجر جلط يا عساف. صح، ودي كانت اول مره غش من ورقه اللي جنبي، خدتها منك. مش انت برضك اتحميت في الغجر لما قتلت لك الكل وسبتك بطوله؟ صح، حصل ساعة ما خدت مرتك وولدك. ما بلاش الكلام اللي يوجع يا غفران، ما تخلينيش اقول لك ما توحشت الشاميه. امك. انا موافق اقابلك يا عساف. عندي ولا عندك؟ اي مكان. نتقابله عند الحجه نجات، كيف ما بيقولوا ارض محايده. لو دي اللي هيطمن قلبك ماشي، اصل دايما اللي بيطلب يتقابل على ارض محايده بيكون خايف وعايز مكان يطمن قلبه فيه. الا بالحاجة هتطمن هناك عشان وجود الحجه ولا عشان وجود علي؟ لو كانت كلمه ارض محايده طمعتك فيا، خلاص نتقابله في اوضه نومك. ولا بلاش، لحسن تكون مرتي موجوده، قصدي مرتك. لحسن تكون مرتك موجوده. تعال نتقابله في اوضه نومي، اقل ما فيها انا راجل عازب وهنعرف نتكلم براحتنا يا غفران. كتر قد ما تكتر، كفه غلطك مليانه، واي زياده بتقولها بتدلدك بره. نتقابله عند الحجه بعد اذان العشاء، تسمع عنه؟ ابقى قاسر. هتقابله؟ ايوه، واجل اللي قلت لك عليه. ده يكون كمين يا غفران بيه. يا ريت يكون كمين، عشان هتضايق قوي لو جاي يجنح للسلم. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.